وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. أبو بكر الرازي. هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي، المولود سنة 250 هجري، الموافق لثمانمائة وأربعين ميلادي. هو طبيب وكيميائي وفيلسوف ورياضيات مسلم، من علماء العصر الذهبي للعلوم في الري. اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيساً لمستشفى، وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. بعد إتمامه دراساته الطبية في بغداد، عاد الرازي إلى مدينة الري بدعوة من حاكمها منصور بن إسحاق ليتولى إدارة مستشفى الري، وقد ألف الرازي لهذا الحاكم كتابه المنصور في الطب ثم الطب الروحاني، وكلاهما متمم للآخر، فيختص الأول بأمراض الجسم والثاني بأمراض النفس. كان الرازي مؤمناً باستمرار التقدم في البحوث الطبية، ولا يتم ذلك على حد قوله إلا بدراسة كتب الأوائل، فيذكر في كتابه المنصوري في الطب ما هذا نصه: هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذي فيها على مثال من تقدمه. ومن مؤلفاته كتاب الشكوك على جالينوس، كتاب الطب الروحاني، كتاب طبقات الأبصار، مقالة في اللذة، وكتاب أخلاق الطبيب. ويعتبر كتاب الحاوي في الطب من أكثر كتب الرازي أهمية، وقد وصفه بموسوعة عظيمة في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفين إغريق وهنود، إضافة إلى ملاحظاته الدقيقة وتجاربه الخاصة. وقد ترجم الحاوي من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وقد أعيد طبعه مراراً في البندقية في القرن السادس عشر ميلادي. جل كتب الرازي ترجمت إلى اللاتينية، ولا سيما في الطب والكيمياء، كما ترجم الأخير منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة، ودرست في الجامعات الأوروبية لا سيما في هولندا، حيث كانت كتب الرازي في المراجع الرئيسية في جامعات هولندا حتى القرن السابع عشر. ويكاد يجمع مؤرخ الرازي بأنه لم يتم الكتاب بنفسه، ولكن تلاميذه هم الذين أكملوه. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.